خليني أخذ مكالمة من الأخت نهال. أهلا وسهلا أخت نهال. نعمة وسلام يا حضرة القسيس نزار، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. وكل مشاهدين قناة الحياة الغاليين على قلب الرب. الحقيقة حضرتك شرحت شرح في منتهى الجمال عن من هو قريبي، لكن أنا عايزة أرفع عيني لفوق وأقول بمنتهى الفقر يا بختنا بيك يا رب، لأنه تعليمك بالفعل رفيعة وسامية جدا، لأنه بيقول لنا نحب الكل سواسية زي ما شفنا القصة النهاردة، وما نميز أي حد في التعامل عن الآخر حتى لو اختلف في مبادئه في عقائده، حتى لو كان بيدين دين آخر غير اللي أنا بدين بيه. ده مش كده وبس، ده بيقول لي إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم. لا وخد دي كمان، عايزنا نرتقي في مستوى محبتنا ونحب حتى أعدائنا. بصراحة أنا ما شفتش وما سمعتش عن أي دين آخر بينادي بسمو التعليم زي ما الرب يسوع نادى بيها في كتابنا المقدس. عشان كده عايزة أوشوش كل مشاهد بيسمعنا النهاردة وأقول له من فضلك أحكم بنفسك وابعد عن أي تعصب طلعت عليه، أو ابعد عن أي ولاء طلبوه منك الناس للدين اللي أنت لقيت نفسك بيه في الولادة، وشوف التعليم اللي هتشجعك إنك تعيش حياة فضلة، حياة مليانة بمحبة الغير ومسامحة وإطلاق الغفران للغريب قبل القريب. وباختصار عايزة أقول جملة مهمة جداً الرب مسقطني بيها لكل اللي بيسمعني، عايز أقول لك يا حبيبي الدين الذي لا يغيرك غيره، بل التعليم التي لا تسمو بإنسانيتك من فضلك اتركها، عشان أنت نفسك غالية قوي على الرب وهو عايزك معاه في الأبدية، لأنه دفع ثمن خطاياك بموته على الصليب عشان تتمتع أنت بالحياة الأبدية. فأرجوك من فضلك أتوسل إليك، فكر وابحث وما تضيعش الفرصة، والرب يباركك. ربنا يباركك، شكرا جزيلا أخت نهال، كلمات جميلة وربنا يباركك.